السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير، صحه مزيان لاباس. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نوجد معكم واحد الكاطو غلاسي او لا كاطو ميغوار اللي كيجي زوين بزاف بزاف، يعني فيه الكلاصاج باللون الاحمر بنكهه الفراوله. و قلت علاش لا نشاركوا مع احبابي وتشوفوا المكونات جد جد بسيطه وسهل التحضير. كيف كتشوفوا معايا انا كنقطع منه واحد المقصو، تشوفوا جا زوين بزاف بزاف، جات الجينواز ديالو سهله وكذلك الكلاصاج سهل، ومكونات جد بسيطه كيف قلت لكم في الاول. يعني سهل التحضير، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. يمكن لكم توجدوا في اعياد الميلاد او لا حتى في الفالنتين. انا وجدته بصراحه ماشي كاحتفال ولكن غير وجدته صافي. المهم غادي تاخذوا واحد الاناء، غادي نزلوا فيه اربع بيضات، من طبيعه الحال البيض يكون بحراره المطبخ ويكون مغسول. إذا كان عندكم البيض كبير اكتفيوا بثلاث بيضات، ولا عندكم البيض صغير عملوا اربع بيضات. غادي نضيف لهم واحد الكيس من سكر فانيليا، يمكن لكم تعملوا الفانيليا او لا تعملوا حتى اي نكهه تعجبكم. كذلك غادي نبدا نطرب، وانا يا كنضيف واحد الكاس ونصف من السكر، يعني العبار بكاس العنب. هاد لاجينواز هادي سبق لي وحضرتها معكم من قبل في الكاطو ديال عيد الميلاد، وكذلك في البسكويت رولي. جينواز اللي هي ناجحه 100% وجد جد سهله. غادي نبقى نطلع في البيض كيف كتشوفوا، حتى غادي يولي اللون ديالو مائل للبياض وطالع، يعني كيجي ثقيل شويه. تبعوا غير المراحل كيف ما عملت انا وغادي تجيكم جينواز ناجحه 100%. صافي غادي نحبس من التراب، وغادي نضيف واحد الرشه من الملح، وغادي نضيف كاس ونصف من الدقيق، يكون عندكم الدقيق فحال وفحال السكر. غادي نبقى نضيف شويه بشويه، ونضيف كذلك ملعقه صغيره من الخميره الكيماويه، اللي ما بغاش يضيفها ممكن يستغنى عليها. صافي ونبقى نحرك بالسباتيول غير بشويه من تحت للفوق، وانا مستمره حتى كيتنسجم لي العناصر كلها مع بعض كيف شفتوا معايا. من بعد غادي ناخذ واحد لاطه ديال الفرن، غادي نعمل فيها ورق الزبده، ضروري تعملوا ورق الزبده. صافي وغادي مباشره غادي نصب الخليط ديالي في هاد لاطه ديال الفرن. للذكر درجه حراره الفرن عملتها على 180، وشعلت الفرن من الفوق ومن التحت. فقط غادي تخليوها طيب مدة ديال 10 دقائق لا أكثر، بالنسبة للفرن ديال الضو 10 دقائق لا أكثر، إلا فاتت كتولي قاصحة وكتولي مقرمشة كتجي خايبة. هاد الشي علاش غادي طيبوها في درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق فقط. من بعد غادي ناخد لاطة الفرن ديالي وغادي نخبطها مع الأرض، يعني مع سطح العمل مزيان مزيان. صافي وندخلها الفرن طيب. من بعد ما خرجتها كنحصل عليها بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، جينواز ناجحه 100%. كنزول لها داك ورق الزبده وكنقلبها على ورق اخر نظيف. صافي وكنمر باش غادي نحضر السيرو. غادي نعمل السيرو واحد كاس ديال السكر، جوج كؤوس ديال الماء، يعني كاس واحد العنبه السكر وجوج كؤوس ديال الماء. غادي نعمل قليل من النكهه ديال الفراوله او نكهه الفريز، لانني بغيت الكاطو غنعملوه بالفريز، هادشي علاش عملت نكهه الفريز فقط. وغادي ننزلها على النار حتى غادي توجد. بالنسبه للصلصه اللي غادي نعملو ديال الفراوله اللي غادي نخلطوها مع لا كريم، عملت فيها 250 غرام ديال الفراوله، وعملت فيها كذلك جوج معالق كبار من السكر سنيده، وعملت كذلك ملعقه صغيره من نكهه الفراوله. غادي نطحنهم مزيان مزيان بدون اي اضافات، حتى غادي نحصل يعني على واحد الخليط من الفراوله كيكون مطحون جيدا. يمكن لكم اللي ما عندوش البغا ميكسور يستعن بالخلاط الكهربائي. طحنوه مزيان مزيان
ومن الاحسن حاولوا انكم تشريوا داك الفراوله اللي كتكون حمراء بزاف بزاف، كتكون حمراء مزيان وكتكون طايبه. صافي بعد ما حصلت عليه بهذا الشكل هذا غادي نمر ونطيبوا فوق البوطام، يعني حتى يغلى لي غير غليه وحده. وفي هذه الاثناء هذه انا عملت جوج الاوراق ديال الجيلاتين في الماء باش يتلقوا لي مزيان مزيان. من بعد ما كيغلى لي هذا الخليط هذا ديال الفراوله كيف كتشوفوا معايا، صافي كنضيف ليه دوك جوج الاوراق ديال الجيلاتين وكنحرك مزيان مزيان بالطراب اليدوي كيف شفتوا معايا. طريقة جد جد سهلة ما صعيباش. من بعد غادي يعني نخويه من هاد الكاسرول في واحد زلافة أو لا أي ماء عندكم آخر ونعملو يبرد في الثلاجة. مباشرة غادي نمر الجينواز ديالي من بعد ما قطعتها بالشكل اللي بغيت أنا، ممكن لكم تقطعوها شكل مربع أو لا شكل قلب أو لا حتى شكل دائري. صافي غادي نعمل السيركل ديالي ونعمل فيه القطعة ديالي ديال الجينواز ونتكيها بالفورشيت مزيان مزيان ونبدا مباشره نسقيها بالسيرو ديالنا اللي وجدنا بنكهه الفراوله بعد ما برد. عملت الطبقه الاولى يعني من بعد غنمروا مباشره نحضروا الكريمه ديالنا. عملت كاس ديال الحليب بارد وكذلك واحد الساشي ديال كريم شونتي، هذه راه غني على التعريف، كلشي كيعرف كيفاش يوجد الكريمه، غير هو فقط الكريمه ديالكم ما غتطلعوهاش مزيان مزيان حتى تعقد، لاننا الخليط اللي غادي نضيفوه فيها ديال الفراوله فيه الجيلاتين وغيخليها تزيد تعقد معنا اكثر. هادشي علاش طلعوه غير واحد شويه من با واحد 3 حتى 5 ديال الدقائق ماكسيموم، وحبسوا وضيفوا الخليط ديالكم ديال الفراوله ما تخليوهاش تعقد معكم بزاف بزاف. كذلك نفس الشيء بالنسبه للناس غادي يعملوا الكريمه السائله، ها نتوما حصلت عليها بهذا الشكل هذا ما خليتهاش عقدت بزاف. وغادي نبدا نضيف الخليط ديالي ديال الفراوله من بعد ما برد شويه بشويه وانا كنحرك حتى نحصل على القوام اللي انا بغيت. طريقه واضحه وجد سهله. هاد الطريقه اللي عملت انا ديال الكريمه مع هاد الخليط هذا ديال الفراوله كتجي المذاق ديالو والنكهه ديالو لذيذه بزاف. من بعد غادي نبدا نطبقوا مباشره، غنقسموا على زوج، النصف الاول غادي نعملوا الجينواز ديالي الاولى نخليها تكون طبقه متساويه من الفوق، ومن بعد نعمل الطبقه الثانيه ديالي ديال الجينواز ونسقيها بنفس الطريقه السيرو ديالنا، ونعاود نعمل فيها النصف الاخر اللي عملنا ديال لاكريم بالفراوله. نعملها الطبقه يعني اللي كتكون تينه يعني عامره مزيان. صافي من بعد ما صوبتها هكا مزيان مزيان غادي نغطيها بواحد البلاستيك من الفوق وندخلها مباشره للمجمد، غنخليها الليله كامله. ولا صوبتوها في الصباح خليوها هذيك العشيه كولا يعني النهار كامل، وفي العشيه يمكن لكم انكم تمونطيوها وتقدموها. من بعد غادي نمروا باش نعدلوا الكلاصاج ديالنا اللي غادي نحتاج له واحد الكاس ديال السكر حبيبات، غادي نضيف كذلك نفس القياس ديال السكر، غادي نضيف هادو راه كاس عندي غير صغير، غنضيف جوج كؤوس صغار ديال الحليب، يعني هي هذيك بكاس يعني بالعبارة كاس العنبه، هو كاس العنبه ديال السكر وكاس العنبه ديال الحليب. من بعد غادي نضيف جوج ملاعق ديال الجليكوز باش ما الجليكوز ما يلصقلكمش في المعلقه بزاف، غادي ديروا المعلقه في الماء وعاد باش انكم تهزوا الجليكوز ديالكم غادي تضيفوا واحد جوج ملاعق كبار. بما انني انا عندي الملعقه صغيره غادي نضيف 3 حتى 4 المعالق. صافي غادي نضربهم مزيان مزيان بالطراب اليدوي حتى غادي ينسجم لي هذاك السكر يذوب مع هذاك الحليب وكذلك مع الجليكوز اللي عملنا.
يدوبوا مزيان مزيان غير بالطراب اليدوي صافي. ومن بعد غادي ننزلهم على نار هادئه حتى يغلالي غير مره واحده، ما نخليش يغلى بزاف باش ما يخسرليش الحليب. للتذكير فقط انني انا هاد الكلاصاج هذا عملته فقط بالحليب، هو نورمالمون كيعملوه بزاف الناس يعني بالكريمه السائله، انا عملته غير بالحليب فقط ومع ذلك كيجي ناجح وزوين صافي. بعد ما غلى مره واحده فوق البوطه ضفت ليه جوج الوراق ديال الجيلاتين وضفت ليه هنايا 16 حبه ديال الشوكولات الابيض، يعني البيض الشوكولات عادي ديال 20 فرانك صافي. ومن بعد غادي نضيف واحد راس معلقه ديال الملون الاحمر ونضيف معلقه صغيره من نكهة الفراولة. غادي نحرك هاد المكونات جيدا، إلا شفتو خصكم تزيدوا اللون يمكن لكم تضيفوا فقط، يعني ما تكتروش منه صافي. الملون كاين اللي كيقول عليه بأنه يعني غير صحي، ولكن مع ذلك كيعطينا هو اللي كيعطينا داك اللون زوين صافي. زدت غير شوية، نحرك جيدا ومن بعد غادي باش ما كيبقاوش فيه الا كانوا شي حبيبات ولا شي حاجه ديال الشوكولاته ما كتبقى ما دايباش ما كتبقاش فيه. انتما كيف كتشوفوا كيفاش كنحصل عليه، كيجي احمر لامع. من بعد كناخذ الكاطو ديالي كنخرجوا من المجمد، كناخذ السوشوار وكنحاول ندوز على داك الاطار باش يعني تزول معايا بسهوله. اللي ما عندها السوشوار ممكن انها تضيف واحد الفوطه انها تسخنها مزيان بالماء الساخن وتضيفها على الجوانب باش يتهز معك الاطار كيف ما عملت دابا بسهوله. من بعد غادي نعملو فوق واحد لاسيط واحد زلافه غادي نعملها ونعمل فوق منها الكاطو ديالي صافي. ومباشره نبدا نطبق عليها الكلاصاج من الجوانب ثم الوسط ونخليه سقطر مزيان ونزينه باللوز إيفيلي بهذا الشكل هذا، وكذلك قطع من الفراولة زينته باللوز من الجوانب وعملت واحد القليب الوسط كيف كتشوفوا معايا، وعملت قطع ديال الفراولة كيجي زوين بزاف بزاف بسيط، مكوناته جد جد بسيطة يعني متواجدة في كل بيت، وكنحصلوا عليه بواحد الكلاصاج أحمر لامع يعني كيف كتشوفوا كلاصاج ميغوار كيعكس الصورة. وهكذا يمكن لكم تفرحوا كل يعني كل بنت في دارها تفرح الزوج ديالها بكاطو سهل التحضير. ماشي ضروري يكون يعني يكون كيف كنقولوا عيد الحب، ولكن ممكن يعني في جميع الايام تفرحوا الازواج ديالكم بهذا الشكل هذا. صافي انا غادي نقطع لكم واحد المغصو منها باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. انا ديجا ضقت الكريمه ديالها كتجي لذيذه بزاف بزاف بنينه، وكنصحكم انكم تجربوها راح جد سهله. وما تنساوش تدعموني بلي لايك، تشتركوا في القناه قناه نبيله استريلا، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وكنقول لكم صحه وراحه احبابي، دمتم بخير والى اللقاء. وما تنساوش تجربوها على حسابي راها زوينه بزاف بزاف، وما تنساونيش ملي لايك لي لايك لي لايك. شكرا لكم بزاف بزاف، ونخليكم تشوفوا كيفاش جات المغصوه هانتوما كيف كتشوفوا ولذيذه بزاف، وكنصحكم تجربوها. مع السلامه في شي شيوه جديده.